نريد توجيها لمن يقول أن اسم ساتر من أسماء العفاريت. هذا القائل عنده غلو، فنحن منعنا أن نطلق اسم الساتر على الله، ولا تقول يا ساتر، لكن أن تقول أن اسم ساتر للعفاريت فهذا لا دليل عليه، لا من كتاب ولا سنة، وإنما ننكره لأنك نسبت اسم الساتر إلى الله. والصواب أن تقول يا الله ولا تقول يا ساتر. فبعض الناس مقصده سليم لكن بضاعته فيها غلو، مثل هذا القائل يريد أن ينفر الناس أن يقولوا يا ساتر، فقالوا دير بالك اسم ساتر إيش، كأنك بتنادي في العفاريت، هسه بصير جن عندك في الدار. لا يثبت هذا يا أخي. نعم.